الكالسيتونين تقريبا خلاص قلناه. يعني مكتوب ايه بقى في الكالسيتونين؟ increase bone mass و reduces fracture in the spine. صح؟ و special property of calcitonin is the relief of pain اللي بيحصل لو حصل osteoporotic fracture، وبالتالي may be beneficial in patients who have recently suffered a vertebral fracture. كلام كتير قوي، خلاصته انه ليه شوية تأثير مسكن لو العيان جاله كسر في الفقرات بسبب osteoporosis. هيتاخد ازاي؟ هما الطريقتين اللي قلناهم، subcutaneous وزودنا nasal spray. البيسفوسفونيتس جاي شرحها حالا، اللي هي عائلة الدرونيت دي، اتي درونيت والين درونيت ورايز درونيت وغيره. طيب نمرة واحد، هرمونال ريبليسمنت ثيرابي، هو كان زمان يسموها HRT، دلوقتي بيسموها HR، يعني مش هتفرق بقى. اللي هو البوست مينوبوزال عندهمش استروجين دلوقتي، اديهم استروجين واعمل لهم بقى كل البلاوي السوداء، خلاص ما عادش بيستخدم ان بوست مينوبوزال اوستيوبوروزس. الاستروجين كاتب لك بات مي انهانس بريست كانسر، ده هو بس كده بيفكرك بلمحه كده من لمحات الاستروجين. لا مش بريست كانسر بس، انت فاكر بقى اندوميتريال ودي في تي وقصه بقى ثرومبو امبوليزم وقصه الميجرين وكل بقى الحاجات اللي هي تبع عيوب الاستروجين. فالاحسن منه سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتورز، شرحناهم بقى فاكرين مش كده، اللي هو الاستروجين ريسبتور اجونست انتاجونست، اجونست على ريسبتورز بتاعت الاستروجين في اماكن في تيشوز معينه، وانتاجونست في اماكن اخرى تيشو ديبندنت. فاكر ان شاء الله فاكر بقى، فاكر الكلوموفين سيتريت بتاع الاندكشن اوف اوفيوليشن، وفاكر التاموكسيفين بتاع الكانسر بريست، سواء كوقايه او كعلاج حتى لو في ميتاستاسز. وفاكر اخونا بقى اسمه رالوكسيفين، رالوكسيفين صح، الرالوكسيفين ده بتاع العظم صحيح، برضو يعني ينفع في البريست كانسر، لكن اساسا هو بتاع البون، يعني تريتمنت اوف اوستيوبوروزس يعني. وكاتب تو افويد بريست اند يوتراين كانسر، هو كان عيبه بس لو تفتكر انه برضو بيعمل ثرومبو امبوليزم. طيب يبقى ده بالنسبه لنا التقسيمه. نيجي بقى على البيس فوسفونيتس، كلام يعني سهل كده ان شاء الله ولطيف. انا مش عايز برضو اقول فيهم كلام كتير قوي، بس يعني هقول اللي موجود في الكتاب بقى خلاص كفايه، ما زودتش حاجه يعني. هاف بين ابروفد فور ذا بريفنشن وتريتمنت اوف اوستيوبوروز، دي اكتر مجموعه تقريبا دلوقتي يعني، اكتر من الكلام ده كله يعني. طبعا فيتامين دي لو في ديفيشنسي هي مش هتبقى اوستيوبوروزس قوي الحقيقه، هتبقى اوستيوماليشيا اكتر. انتوا عارفين الفرق مش كده؟ يعني اوستيوبوروزس عندنا مشكلتين، البروتين الماتريكس الارضيه بتاعت العظم قليله قوي، فترسيب الكالسيوم والفوسفيت اللي بيدي الهاردنينج بتاع الصلابه بتاعت العظم مش لاقي مكان يترسب عليه، هو بيترسب على الارضيه خلاص، يبقى انت عندك الاثنين ناقصين، ده البروزس. الماليشيا لا، ما تاثرش البون ماتريكس في معظم الكتب يعني، البون ماتريكس الارضيه البروتينيه دي موجوده، بس عندك مشكله في ايه بقى؟ انك تحط عليها كالسيوم وفوسفيت. طيب نرجع هنا بقى للبيسفوسفونيتس، ابروفد ان تريتمنت وبريفنشن اوف اوستيوبوروزس. الاكشنز بيسفوسفونيتس ديكريز اوستيوبلاستيك بون اكتيفيتي او بون ريزوربشن، كل شغله انك عايز تفطس الاوستيوكلاستس، عايز ما تخليهمش يتكونوا، عايز تخليهم ما يبقوش ديفرنشيتد، عايز تخليهم يموتوا ينتحروا كويس. طيب هو بقى كاتبها بطريقه برضو لطيفه، لان ثلاث جمل دور برضو من ليبين كود كده نصا يعني. نمره واحد، ديكريز ان اوستيوكلاستيك فورميشن اكتيفيشن، فاهم يعني؟ يقلل تكوينهم، وحتى لو اتكونوا يقلل نشاطهم. طيب نمره اثنين، انكريز ان اوستيوكلاستيك ابوبتوزس، انت عارف الابوبتوزس بقى اللي هو البروجرام سيل ديث، ده هو كاتب كده الخليه لما يجي عمرها الافتراضي تموت نفسها وتيجي غيرها، هو بقى بيسرع عمليه الاوستيوبوروزس، عمليه اسف الابوبتوزس. طيب نمره ثلاثه، انهبيشن اوف كوليسترول بايو سينثيتيك باث واي، عشان يحصل اوستيوكلاستيك اكتيفيتي كويسه محتاجين، انا برضو يعني للاسف كنت عامل علامه ان انا عايز اقرا فيها شويه بس نسيت، وحسن حظكم ان انا نسيت اقراها، بس الخلاصة يعني ان تصنيع الكوليسترول جوه الاوستيوكلاست ده مهم عشان تؤدي وظيفتها كبون ريزوربتيف سيل، فهو هيمنع الكوليسترول بايو سينثيتيك باثوي، ده يمنع تكوين الكوليسترول، يمنع
الفانكشن بتاعت الكوليسترول فيقلل الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي. يبقى هو هنا كله هنا بقى، قلل عدد، قلل اكتيفيتي، خليهم يموتوا نفسهم، خليهم ما يشتغلوش كويس بمنع الكوليسترول باث واي. بريباريشنز الاسامي الين درونيت، الين درونيت ورايزي درونيت، دول مي بي دوزد وانس ديلي اور وانس ويكلي، بتاخده مره في اليوم او مره. هما بيتاخدوا اورال على فكره، يعني في طرق كتيره، في اورال وفي انجكشن وفي حاجات زي ما نسمع ان شاء الله دلوقتي بتطول قوي، بس الفكره يعني ان هما بيتاخدوا مره واحده في اليوم او مره واحده في الاسبوع على حسب طبعا الجرعه واذا كانت ساستيند ريليز او يعني موضوع كده بدون تفاصيل يعني مزعجه. الرايزيدرونيت از اولسو افيلابل ان وان مانثلي اورال دوزج فورم. تخيل يعني الرايزيدرونيت ده ممكن يتاخد مره في اليوم، ممكن يتاخد مره كل اسبوع، ممكن يتاخد مره في الشهر، وكل اورال، اورال دوزج فورم. مش فكره الديبو اللي قلت لك عليها قبل كده مع الهرمونز، مش فكره ان انا احقنه انتراماسكولار يتخزن في العضله ويفضل يحصل له ريليز كده لمده شهور، لا ده اورال. طيب اللي بعدها الرايزيدرونيت خلاص قلناها بيتاخد بطريقه تانية. فود سيجنيفيكانتلي انترفيرز وذ ابسوربشن اوف اورال بيسفوسفونيتس. هنا بقى يا جماعه في مشكله، في معضله كبيره قوي الحقيقه، في معضله سخيفه يعني. البيسفوسفونيتس ايريتانت قوي وهما بيتشربوا، هما بيتبلعوا يعني، بالذات على الاسوفجس وبعدها ستومك، ايريتيشن فظيع، حرقان كده لدرجه ممكن يعملوا قرح او تاكل كده في الجدار او البطانه بتاعت الاسوفجس والستومك، السرز يعني او ايروجن زي ما بيسموه. طيب مش الافضل دايما لما يكون ده ايريتانت قوي كده انه يتاخد على شكل او مش يعني يتاخد بعد الاكل عشان يخفف شويه؟ المفروض دول بقى مشكلتهم لو تاخده بعد الاكل مش هيمتصوا، فتفضل عندي المشكله دي ان انا معرض العيان لمشكله ايروجنز غصب عني، معرض العيان لمشكله ايروجنز بسبب التركيبه الكيميائيه بتاعتهم. تمام، فبيعملوا ايه بقى عشان يقللوا شويه الحرقان والغم اللي بيعملوه ده؟ العيان يعني ياخد البتاع ويشرب كميه ميه كبيره جدا، يشرب كميه ميه فظيعه وهو بيبلعهم، وبعدين يفضل واقف على حيله كده يعني، يقعد يعني يستحسن بلاش، بس اللي ممنوع خالص انه ينام على ظهره كويس عشان الجاذبيه تساعد ان الدواء يتحرك ينزل بقى، ما يقعدش يحتك كده مع الايه ميوكوزا بتاعه الاسوفجس والاستومك. الاسوفجس يمكن اسوأ كمان في القصه دي خلاص، فيبقى كده ابرايت، يفضل واقف انتباه كده. طيب ده اللي مكتوب بقى، فود سيجنيفيكانتلي انترفيرز وذ ابزوربشن، يقلل طبعا مقصود امتصاص الاورال. الان بي بقى اللي انا قلتها لك دلوقتي، بيس فوسفونيتس شود بي ادمنسترد وذ 1 لتر اوف بلين ووتر، ميه عاديه يعني، مش حاجات يعني عصير ولا حاجه تانية، ات ليست 30 مينتس بيفور ايتينج بريكفاست عشان تضمن امتصاصه كويس، نص ساعه قبل الفطار، اور تيكينج اذر ميديكيشنز يعني نص ساعه قبل اي دواء تاني خلاص عشان ما يحصلش انتر اكشن والامتصاص بتاعهم يقل. patient should stay in upright position for 30 minutes. يعني انت عندك ايه قبل الاكل بنص ساعه، اخدت دلوقتي القرص، النص ساعه دي اللي قبل الفطار خليك واقف بقى upright position to minimize esophageal irritation. طيب الناس زهقت بقى من البيسفوسفونيتس والانستراكشنز وميه قد كده، لتر ميه، تخيل بتشرب لتر ميه عشان تاخد القراص بتاعتك، ونص ساعه انتباه وحاجه عذاب يعني. فطلعوا بقى حاجات other for patients unable to tolerate oral bisphosphonates، مش طايقهم مش مستحملهم، طلعوا لهم حاجات خلاص. طلعوا لهم دواء اسمه الاي باندرونيت، اي باندرونيت ده بيتاخد انترافينس. بص الحلاوه بقى، administered once every 3 months، يروح العياده بتاعت ما اعرفش في مصر عندنا عيادات لعلاج الهشاشه، بس اكيد في يعني، كل 3 شهور يروح ياخد الحقنه او تاخد بقى، الاعتبار ان غالبا دي بوست مينوبوزال يعني. وفي عندنا دواء اسمه زوليدرونيك اسيد. فهمت فكره الحرقان جايه منين؟ فهمت فكره ان هم اسيدك في الاستراكشر خلاص. الزوليدرونيك اسيد ده بيتاخد وانس ييرلي، حقنه كل سنه. اللي مش طايق بس بقى ايه، اللي مش طايق ده هيدفع، اللي مش طايق ده هيدفع يعني. انت عندك بقى حل من الاثنين، يا تشرب الاقراص
وتشرب الميه وتفضل واقف نص ساعه، يا اما تجيب بقى الحاجات الغاليه دي بقى كل 3 شهور ولا كل سنه. ادفيرس افكتس مكتوب اوسوفاجايتس، بيسموها زي ما قلت لكم كده ايروسيف، ايروسيف اوسوفاجايتس، يعني معاها نوع من التقرح يعني على الاسوفجس. واوسوفاجيال السرز، طبعا الالسرز بتبقى ديب شويه، الايروجن بتبقى سوبرفيشال، يعني ايا كانت المسميات واضح ان هم بيعملوا مشكله في الاسوفجس. رجع تاني قال لي نفس المعلومه، to minimize the risk of esophageal irritation patients should remain upright، يفضل واقف، for at least 30 minutes after taking an oral bisphosphonates. طيب contraindication، طبعا لو في قرح يعني peptic ulcer عالجها بقى الاول ان شاء الله كده، وبعدين لو انت عندك بقى osteoporosis صلح الدنيا. peptic ulcer او esophageal ulcers، هي سائل الاسوفاجيال ulcers مش كومن قوي، مش حاجه يعني، لكن قرحه المعده مثلا دي من الحاجات المشهوره. وليه كاتب بقى انرينال امبيرمنت برضو بدون دخول في تفاصيل قوي؟ والله هم معتمدين في الكليرنس بتاعهم، الجسم بيتخلص منهم ينزلوا زي ما هم كده في الكدني، كويس. فمتاكد انت بقى ان لو في رينال امبيرمنت مش هيعرفوا ينزلوا، فيحصل مستوى عالي، ممكن يعملوا مشاكل، بالاضافه لان هم نفسهم في كلام على ان هم بيقللوا رينال فانكشن. يعني انت عندك هنا مشكلتين، هم هيزودوا مشكله الـ يعني الامبيرمنت او عدم الوظيفه التامه في الكيدني، وفي نفس الوقت مش عارف تخلص منها. فمهم قوي حكايه الرينال امبيرمنت دي، بالاضافه طبعا لايه، للبيبتيك ألسر. التيري باراتايد قلناه بجد، بس انا هقرا معاك تاني كده عشان ايه ما نبقاش فوتنا حاجه. يعني ده عباره عن ريكومبيننت سيجمنت اوف هيومن بارا ثايرويد هرمون، ريكومبيننت فيبقى غالي صح، that is administered subcutaneous، لانه polypeptide انت خدت جزء من البوليبيبتايد، لكن هو لا يزال ما ينفعش يتاخد اور. for the treatment of osteoporosis given subcutaneously once daily، دي من الحاجات اللي بتزهق في استخدامه شويه، لازم يتحقن يوميا. النقطه الثالثه bone formation is the predominant effect، يعني انت هنا بقى بترجح كفه الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي عن الاوستيوكلاست. preferentially stimulating osteoblastic activity over osteoclastic activity، دي هتبقى مرجحة عندي. التيري باراتايد بس في برضو سبيس كده، should be reserved for patients at high risk of fractures، مش اي osteoporosis كده تروح تدي تيري باراتايد، غير بقى ان هو مكلف طبعا قصة تانية، بس يعني خليه انت عندك حاجات تانية فعالة وكويسة وتقدر تعالج الايه الكيسز اللي ما فيهاش high risk of fractures. طيب الدواء الاخير بقى اللي اسمه دينوزيوماب، دينوزيوماب بالمناسبه اي حاجه اخرها ماب ام اي بي في الطب يعني بتبقى عباره عن مونوكلونال انتي بودي، مونوكلونال انتي بوديز، ادويه متحضره عن طريق برضو ريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي، وفي كتره قوي يعني الواحد خلاص بقى يعني عجزنا وما بقيناش قادرين نلاحق. يعني حد من اظن كان دكتور صيدلي يعني كان مجمع كده الادويه اللي اصلها مونوكلونال انتي بوديز، الواحد كان عارف له 3-4 كده وفرحان بنفسه، يعني طلع الموضوع يعني خلاص سبقونا كتير يعني. طيب هو عباره عن ايه بقى الدينوزيوماب ده؟ في عندنا حاجه يعني تقدر تقول كده ليجند، تقدر تقول منشط يعني للنيوكليار ريسبتور، عندنا نيوكليار ريسبتور كده موجوده. يعني لو ده تخيلنا كده ان دي خليه من خلايا الاوستيوكلاست اللي مسؤوله عن الهدم يعني، وفي هنا النيوكليس بتاعتها، في النيوكليس دي ريسبتور نيوكليار، كويس اكيد يعني الريسبتور ده لليجند، ليه حاجه بتنشطها سهله. طيب الريسبتور ده او المكان ده يسموه ريسبتور اكتيفيتور، اسمه صعب شويه، ريسبتور اكتيفيتور اوف نيوكليير فاكتور كابا بي، يعني ده عباره عن ايه نيوكليير ريسبتور اللي بيمسك فيه حاجه بنسميها اكتيفيتور اوف نيوكليير فاكتور كابا بي، خلاص اللي هو اختصار بقى ايه الار، ريسبتور اكتيفيتور اوف نيوكليير فاكتور، دي مش مكتوبه مش كده، نيوكليير فاكتور كابا
بي. البي بقى سيبك منها دلوقتي، الليجن بقى يحطوا عليه حرف ال. يبقى الليجن ده عباره عن تقدر تقول عليه بروتين، تقدر تقول عليه اجونس، تقدر تقول عليه ستيمولنت، تقدر تقول عليه اللي عايز تقوله. ده بيتصنع عادي كده في الاوستيوكلاست ويشبك في الريسبتور بتاعه فيقوم ينشط الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي. فاهم القصه؟ يبقى هو عباره عن ليجند بينشط ريسبتور. ببساطه ليجند بينشط ريسبتور، فيقوم الريسبتور ده لما ينشط ينشط الاوستيوكلاست. ايه بقى فكره المونوكلونال انتي بوديز دي؟ هو جسم مضاد انتي بودي، مضاد لايه بقى؟ مضاد للليجند ده. بتاعت انت هذا الدواء يشبك في الليجند ده كانه انتيجين انتي بودي رياكشن يعني، بس مش عايز الخبطك، يشبك في الليجند ده. فالليجند ما عرفش يوصل للريسبتور بتاعه النيوكليير ريسبتور ده، فتوقف او قل قوي نشاط الاوستيوكلاستس. ان شاء الله تكون اتفهمت، ولما نقراها كده ان شاء الله ايه نوضح اكتر. هو عباره عن ايه بقى؟ دينوزيوماب از، معلش هو دايما في مشكله في الكتابه، الحروف لازقه في بعضها، بس دينوزيوماب از امونوكلونال انتي بودي ذات تارجتس، هدفه ايه بقى؟ ريسبتور اكتيفيتور اوف نيوكليير فاكتور كابا بي ليجند. يعني كان زمان كده في كلام يقول لك ده بيمسك في الريسبتور، لا هو بيمسك في الليجند اللي بينشط الريسبتور. خلاص. اند بلوكس اوستيوكلاستيك اكتيفيشن. It is approved for treatment of postmenopausal osteoporosis in women. بص بقى نفس الجملة اللي قلناها مع التيري باراتايب، in high أو at high risk of fracture. طبعا هاي ريسك دي أكيد لها كريتيريا، بس أنا ما أدعيش إن أنا عارفها يعني. يعني في مشكلة خطيرة وفي عرضة شديدة لأن يحصل عندها فراكشر بسبب الأوستيبروز. هل بقى عندها أمراض تانية كاتابوليك؟ هل بتاخد حاجات زي الكورتيزول؟ هل الكحوليك؟ هل مالناش بقى إيه في القصة دي دلوقتي؟ بس هو دايما التيري باراتايد والدينوزيوماب دول بيبقوا يعني دورهم في الهاي ريسك فراكتشرز او الهاي ريسك ويمن اللي معرضين لفراكتشرز. طيب مونوكلونال انتي بودي، يلا خلاص، يبقى عباره عن ايه بقى؟ يبقى عباره عن بروتين، صح؟ مش هو انتي بودي، يبقى عباره عن بروتين. ينفع يتاخد اورال؟ مستحيل. هيتاخد ازاي؟ سبكيوتينيوس. يبقى النهارده سبكيوتينس كتير قوي. فاكر انت الباراثورمون لو استعملناه، التيري باراتايد اللي بيستخدم فعلا سبكيوتينس، الكالسيتونين سبكيوتينس ونيزل سبراي، التيري باراتايد خلاص قلنا، الدينوزيوماب يتاخد سبكيوتينس. It is administered via subcutaneous injection. بس يبقى ميزه حلوه قوي عكس التيري باراتايد ده اللي كان هنا ده، التيري باراتايد كل يوم، كل يوم جرعه تحت الجلد، لا ده بيتاخد every 6 month. العيوب برضو نسيت والله، بس الاحداث شغلانة قوي وانت تلاقيك بتحمد ربنا ان انا نسيت. ازاي بيزود الريسك اوف انفكشن؟ احصائيات يعني، يزود الريسك اوف انفكشن دي احصائية. الناس اللي خدوا دينوزيوماب واللي ما اخدوش اوستيوبروتيك، هم دول ودول، دول عندهم احتمالات انفكشن او نسبة الانفكشن العدوى يعني فيهم ايا كانت بقى نوعها اعلى من دول. ونظريات بقى خلاص. سيكندري مالجنسيز، تنشيط الاورام او تنشيط انتشار الاورام، هايبوكالسيميا، يقللوا كالسيوم، يقللوا البلد كالسيوم. كويس. ليه؟ الله اعلم يعني. ان شاء الله برضو ايه لو فضيت شويه اقول لكم كده عليه شويه حاجات اقول لكم. ديرماتولوجيكال رياكشنز، ديرماتولوجيكال رياكشنز ممكن تكون مفهومه شويه، قد تكون اليرجيك رياكشن يعني، ديرماتولوجيكال مقصود بيها الجلد يعني. فتلاحظ ان العيوب بتاعت الدينوزيوماب ده عيوب غريبه شويه، ما لهاش علاقه قوي يعني باللي انت متخيله يعني. في عيوب بتاعت البيسفوسفونيتس انا متفاهم انها بتعمل ألسرز في الاسوفيجس والاستومك عشان اسيدك ستراكشر، متفاهم انها ممكن تبقى ليها مشكله مع الكيدني، لكن ده انفكشنز مالجنسي، واخد بالك؟ ده حاجات عجيبه شويه، ويقال ان معظمها عشان برضو يعني اريحك شويه احصائيات نسبه، لما بقارن مجموعتين دول اخدوا دينوزيوماب ودول لا، هنا في احتمالات كذا اعلى من دول وهكذا. It should be reserved for women intolerant or unresponsive to other osteoporosis therapy. يعني عايز اقول لك ده اخر حاجه بقى. يعني جربت كله ما لقيتش، يبقى الدينوزيوماب طبعا فيري فيري اكسبنسيف، لان هو بتحضر بدي ان اي تكنولوجي مونوكلونال انتي بودي. يبقى كده تم بحمد الله الجزء بتاع الاندوكراين. اعتقد الموضوع بتاع النهارده ما هوش فيه مشاكل كتير ان شاء الله، ومعتمد جزء كبير منه على الفيسيولوجي، مش كده؟
طيب سريعا كده بقى، الباراثورمون طالع من الباراثايرويد جلاند، عباره عن بوليبيبتايد يطلع لما الكالسيوم في الدم يقل لان هو هايبر كالسيميك هرمون، بيشتغل على سيل ممبرين ريسبتورز وادينال سايكليز يزود الكالسيوم ويقلل الفوسفيت. عمل الكلام ده ازاي؟ زود امتصاص الكالسيوم من الجي اي تي، زود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم من الكيدني، وشغله ممكن تقول بقى شغله على البلاد ان هو بيزود البون ريزوربشن. طيب استخدامه ممكن اعالج بيه الهايبوباراثايروديزم، يعني مش ما عادش يعني حاجه ليها قيمه قوي في الكلام. اللي يهم فيه بقى الاكثر اهميه منه هو التيريباراتايد، سيجمنت من ريكومبيننت باراثورمون بيتاخد انترميتنت بلس، يقوم يعمل عكس اللي بيعمل، بدل ما يعمل بون ريزوربشن يزود البون دنسيتي، فيعالج الاوستيوبروزس، وقلنا ان هو ايه في حالات الهاي ريسك. طيب الفيتامين دي عرفنا بقى انه جاي منين، من الدايت سواء انيمال او بلانت، والالترا فايولت راي وال7 دي هيدروكوليكال سيفرول، والاكتيفيشن بتاع بقى 25 وبعدين 1 وهكذا. الريسبتورز بتاعته نيوكلير باختصار شديد، يزود الكالسيوم والفوسفيت، زود امتصاص الكالسيوم والفوسفيت طبعا يعني من الجي اي تي ده اهم مكان، قلل الاكسكريشن يعني زود الري ابزوربشن بتاعهم في الكيدني. على البون عمل ايه في الكالسيوم؟ حسب نورمال كالسيوم هيخلي الكالسيوم يترسب، في بقى مشكله في الكالسيوم هيبتدي يحرك الكالسيوم ويعمل بون ريزوربشن. بيتاخد اورال، ممكن يتاخد انترا ماسكولار طبعا، هيعالج اهم حاجه بيعالجها الاوستيوماليشيا فيتامين دي ديفيشنسي، يعني اوستيوماليشيا في الكبار، ريكتس في الاطفال. وقلنا ان هو بيتاخد توبيكال كده عشان يعالج مرض الصدفيه اللي هو السورايسيس، اللي هو بالذات ال124 مش 25 يعني، ده اللي ليه اكشن ممكن تقول عليه بقى ليه علاقه بالاوتو اميون ديس اوردرز، يعني يقلل الجروث بتاع الجلد. الكالسيتونين اهو قدامنا طالع من السي سيلز بتاعت او البارافوليكولار سيلز بتاعت الثايرويد، ده هايبوكالسيميك هرمون فيزيد قوي لما الكالسيوم يعلى، بما انه بوليبيبتايد فيتاخد سبكيوتينيوس وممكن نيزل سبراي، بيشتغل على جي بروتين كابلد ريسبتورز، الاماكن الثلاثه اللي بيشتغل عليها هي بقى كالسيوم بتاع العظم وبتاع الكيدني وبتاع الانتستين، وادي المحصله الاثنين قالوا يتاخد في الاوستيوبروزس نظريا. الحقيقه وفي ميزه بقى حلوه في الاوستيوبروزس هو متفرد بيها انه بيقلل الالم بتاع الكسور الحديثه في الفقرات، ممكن يعالج الهايبر كالسيميا لو يعني نظريا برضو ماشي الحال. عرفنا بقى علاج عرفنا الاوستيوبروزس وعرفنا اسباب الاوستيوبروزس، البوست مينوبوزال، مشاكل الهايبرثايروديزم، مشاكل الهايبر باراثايروديزم، مشكله الالكوهوليزم، مشكله التدخين، مشكله الجلوكوكورتيكويز على المدى البعيد. وعرفنا بقى الايه الادويه اللي بناخدها، الانتي ريزوربتيف والادويه بقى اللي شملت كل الحاجات اللي احنا قلناها. افتكر بس ايه اللي ما جاش على بالنا قوي كتير في الشرح في المراجعه دي، البيس فوسفونيتس عائله الدرونيت، في منهم بقى زي ما قلنا بيتاخد اورال، وفي اورال اسبوعي يوميا واورال اسبوعيا، وفي حاجات بتتحقن اللي هي عشان تقلل مشاكل الالسريشن بتاعت الجي اي تي. لو هناخد اورال يبقى لازم مع لتر ميه ونفضل ابرايت نص ساعه، وناخده قبل اي اكل او اي دواء بنص ساعه. اللي عرفنا بقى الدينوزيماب لسه مخلصينه حالا بتاع بقى ان هو ايه يشبك مع الرانكل ريسبتور اكتيفيتور اوف نيوكلير فاكتور كابا بي، هو هيمنع ان الريسبتور ده يشتغل، فبالتالي بيقلل اوستيوكلاستيك اكتيفيتي. حلو كده ان شاء الله النهارده، يبقى كده احنا بفضل الله خلصنا موضوع الاندوكراين او تشابتر الاندوكراين. نبدا بقى باذن الله ايه الحرب العالميه الثالثه مع سي ان اس ان شاء الله المحاضره الجايه. وشكرا يا حبايبي، معلش هو قبل ما انسى بس، المحاضره اللي هي بتاعه الهرمونال كونتراسبتيفز اللي هي المفروض يعني النهارده ان شاء الله، النهارده السبت اهو هنزلها يعني باذن الله حالا. كنت عايز اقول ان هي في دقيقه وشويه كده وقعوا مننا في التسجيل، بس ما تقلقوش بقى لان هي كانت مراجعه مره تانية للادفيرس افكتس والكونترا انديكيشنز بتاعه الكونتراسبتيفز اللي كنا اوريدي شرحناها واحنا بنشرح الاستروجين والبروجستيرون. النهارده بقى للاسف في دقيقه وشويه بقى هيبقوا لوحدهم كده، ما اعرفش الحقيقه هحاول اتصرف فيهم بقى، بس يمكن تلاقي في مثلا ايه
يقول لك المحاضرة دي ثلاث أجزاء، تلاقي جزء فيهم عبارة عن دقيقة وشوية برضه، لأن يعني في حاجة مشكلة كده لما بيفصل الموبايل ويشتغل وأنا بعمل بوز يعني. المهم ما تقلقوش بقى لو لقيته فيه كده إيه بارت 2 في المحاضرة عبارة عن دقيقة وشوية، ده يعني عادي. شكرا يا حبايبي، أشكركم شكرا جزيلا، ودعواتكم يعني إن شاء الله كده دايما، مش ليا يعني، في ناس أولى بالدعاء. أهلنا في فلسطين وفي غزة أولى بالدعاء، وإن شاء الله ربنا يثبتهم وينصرهم، ويعني ما فيش أحسن من ربنا مددا وعونا يعني ليهم، إحنا عاجزين تماما. فيعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وشكرا يا حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.